هبدأ معاك على طول من ماتش الزمالك. يعني اللقاء ده كان بالنسبة لك ايه؟ لان دي بطولة بتتعمل لأول مرة، بطولة السوبر، وبرضو انت من اللعيبة اللي ليها دور فني في الملعب. يعني انا بشوف ان انت مدير فني جوه الملعب على طول، فعايز اعرف بقى صعوبة الماتش ده والفترة اللي انتوا قضيتوها. يعني الموسم اللي فات كان في ماتشات لأول مرة بنشوف فيها يعني حاجات كده غريبة شوية، لكن المرة دي انت فعلا فعلا بتثبت ان فريق الفولي ده لا ينتهي. ربنا يخليك يا عبد الرحمن، طبعا برحب بيك وبتشرف ان انا موجود معاك النهارده. اول حاجه ببارك للجهاز الفني المحترم بقياده الكابتن ميدو مسرحي، ببارك للعيبه الرجاله، ببارك لمجلس اداره النادي الاهلي بقياده الكابتن محمود الخطيب، ببارك لجماهيرنا اللي يعني اللي غايبين عننا بقى لهم فتره في حضور المباريات. ان شاء الله رب العالمين عندنا بطوله عربيه ان شاء الله يقدروا يجوا يتفرجوا علينا. طبعا المباراه كانت مهمه قوي جدا بالنسبه لنا. خلي بالك احنا السنه اللي فاتت كنا حصل اخفاق في دوري وكاس، الحمد لله رب العالمين قدرنا يعني نختم الموسم ببطوله افريقيه، يعني حاجه نقدر نصالح بيها جمهورنا. بالنسبه طبعا لمباراه السوبر دي كانت مباراه ذو اهميه خاصه جدا. اول حاجه طبعا زي ما انت عارف ده لقاء اهلي وزمالك، ده لقاء خاص بره البطوله طبعا. تاني حاجه طبعا، ودي كانت في المقام الاول، اللي احنا السنه دي اتقابلنا مع الزمالك 4 مرات والحمد لله ربنا كرمنا بيهم بالفوز بنتيجه 3 مباريات. وده الفوز الخامس يا كابتن، احنا كده 5 انتصارات على نفس الفريق. مظبوط. ده كان الفوز الخامس. فانا بقول لك اهميه اللقاء اللي كان اللي فات دوت كله ادوار، يعني ادوار تمهيديه. كان المباراه رقم 5 دي كانت مهمه جدا بالنسبه لنا، اللي هي بطوله، يعني دي بطوله بتطلع بتتوج بكاس سوبر. فكانت تعليمات الجهاز الفني وبما ان كابتن الفريق واللعيبه الكبار اللي معانا اكدنا للناس اللي دي كانت لازم تكون اول لقاء بيننا وبين الزمالك، خلاص ننسى الـ4 اللي فاتوا، اللي يكون دوت اول لقاء بيننا وبين الزمالك. فاحنا خدنا المباراه بجديه، خدنا اللي احنا اول مره نشوف الفريق. طبعا حافظين بعض، عارفين نقاط الضعف والقوه الحمد لله. يعني ركزنا جامد جدا في الفنيات، ركزنا بالمحاضرات، ركزنا في تماريننا، والحمد لله رب العالمين قدرنا نحسم المباراه ب3 اشواط الحمد لله باداء مميز وكالعاده، يعني الحمد لله لفرقتنا.